الكرة الآن وتسديدة حاضرة خطرة هذه طريق راشد عيسى استدت في احد مدافعي اتحاد كلبه وتغير اتجاهها وبالتالي ذهبت الى المرمى. خلينا نشوفها في الاعاده. راشد عيسى سددها احمد جحور حاول انه يبعدها لكنها تغير اتجاهها وبالتالي بالخطا هدف بالخطا من احمد جحور يبدو لي مطرحة الوصل الان 1-0 الوصل بالفعل احمد جحوح بعد ذلك ربما احمد سليمان ايضا بالفعل اصطدت في احمد سليمان اذا احمد سليمان كان اخر لاعب اصطدت في تغيير الكره ودخلت شباك وبالتالي الهدف الاول ممكن من خلاله تسديده عن طريق ايضا راشد عيسى ايضا عن طريق راشد عيسى هدف حلو لفي على نفسه وبعد ذلك سددها بقوه. شوف الكره استلمها وبعد ذلك تسديده قويه تباغت حارس المرمى محمد عثمان هدف ثاني للوصل ايضا استدت ايضا استدت بمصطفى سعيد لكن هذه اللي الكرة اللي استدت ما تغير اتجاهها بشكل كبير شوفها بالاعادة تسديدة استدت والله تغير اتجاهها ايضا كانت في منتصف المرمى لكن لم يتغير اتجاهها بتلك الصورة وبالتالي هدف ثاني للوصل الان هدف ثاني للوصل سعود فرج لربما يندم على الفرصة اللي ضيعها الان من بعد الهدف فارو الثواني الأخيرة الهجمة الأخيرة الفارو الآن ممكن هات تأخذ الفارو يحاول يلعب خطرة يا ولد يا لاعب سواها الأوروغوياني وسجل الهدف الثالث بطريقة رائعة هات تأخذ ما بين مريشي كابالا بعد ذلك يحطها في المرمى بطريقة جميلة شوف كيف سكرها على ذلك هفة على طول في المرمى برافو يا ولد يا لعيب برافو يا الفارو اجمل ما في مباراة اليوم الهدف الثالث الهدف الجميل بردة فعل سريعة الفارو يسجل الهدف الثالث وينهي المباراة خلاص ينهي المباراة لمصلحة الوصل بثلاثة اهداف